الله عليه ماله هذا الطموح ديال اي لاعب اي حارس مرمى كيطمح. بخصوص المقابله اليوم مقابله كانت صعيبه صراحه، لعبنا ضد فريق منظم وفريق قوي عنده لاعبين في المستوى الكبير صراحه، ولكن الحمد لله حنا عندنا لاعبين اللي ما شاء الله رجال في الملعب وقدموا واحد المقابله وواحد المردود طيب، طبقنا التعليمات ديال المدرب الحمد لله عطات الاكل ديالها تخوا با ميريتي. كان هذه هو الجمهور ديالنا اللي دائما كيساندنا طيلة اطوال المقابله، ساندنا تبارك الله عليهم. كان هذه اليوم التروا بوين، هذه نتمنى ان شاء الله المقابله القادمه اللي عندنا ضد فريق اتحاد تورقه اننا نكون ان شاء الله في الموعد. كنوعدوا الجماهير باش اننا نقدموا كل ما عندنا ان شاء الله باش نساعدوهم، والحمد لله التروا بوين هذه غادي تموتيفينا مزيان ان شاء الله، ولكن ان شاء الله مازال تبعنا واحد العمل كبير غادي نقدمه ان شاء الله باذن الله باش نحققوا نتائج ايجابيه في المقابلتين القادمتين ان شاء الله اللي بيوم غادي ننهيو الشطر الاول من البطوله ان شاء الله. وكنتمنى من الله تعالى اننا نكونوا في الموعد ان شاء الله. بكل صراحه كيف ما قلتي راه توجد اسماء كبيره، انا كنهضر على حارس الدانا والحارس كرنان، كذلك الحارس طه حارس الواعد، وبالاشراف ديال المدرب الحراس الكبير سي رشيد اللي كيقدم معنا واحد العمل كبير تنشكروه بزاف عليه. والحمد لله هاد الحراس هادو والمنافسه معاهم منافسه شريفه، منافسه اللي كتخلي المستوى يطلع صراحه. كنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وحنا دائما في خدمه ديال الفريق ديالنا، واي واحد ان شاء الله باذن الله تحت له الفرصه ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو، لانهم حراس كبار وحراس عندهم اخلاق كبيره صراحه وتيخدموا مزيان في التدريب. وهادي بالنسبه لنا انا دائما كنقول على كونكيرونس كتخلي لا بيرفورمانس تطلع، يعني باش كيكونوا معك حراس في المستوى دائما كتكون انت فايق وتقدم كل ما عندك باش انك تعطي للفريق ديالك كل ما عندك. صراحه انا بالنسبه لي ضربه الجزاء انا دائما تنقولها، يعني التوفيق كيبقى من الله سبحانه وتعالى. كيكونوا بعض القراءات شويه قبل الماتش كتقرا اللاعب اللي غادي يضرب شويه، هذا كتبقى واحد 10% ديال القراءه، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى 90% ديال التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله التوفيق كان معنا وحالفنا الحظ، وديك ضربه الجزاء ماشي هي الحاجه الوحيده اللي خلتنا اننا نربحوا، لا المقابله كيف ما شفتوا راه اللاعبين كاملين قدموا واحد المردود كبير كبير بزاف، وحنا كاملين مسؤولين على هذه النتيجه هذه ماشي غير شخص ولا جوج. الحمد لله كنتمنى اننا نبقاو دائما كتله واحده باش اننا ان شاء الله نرضيو دائما الجمهور ديالنا ونرضيو جميع مكونات النادي، وكنتمنى من الله نتائج ايجابيه ان شاء الله تكون حليفه الحظ ديالنا في المقابله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.